Shine. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد كاتب الدولة، السيد وليد القيروان، السادة المديرون العامون، السادة الإدارات الجهوية والمحلية، حضرات الضيوف الكرام، أيها التلاميذ حفاظ الأمن، بكل فخر واعتزاز أشرف اليوم على فعاليات حفل تخرج دورة التلاميذ حفاظ الأمن للسنة التكوينية 2012-2013 برحاب هذه المؤسسة الأمنية العتيدة، وأنتهز هذه المناسبة للتعبير عن شكري الخالص لأسرة الإدارة العامة للتكوين، وأخص بالذكر منها إطارات ورتباء وأعوان مدارس التكوين ومركز التكوين بإقليم الأمن الوطني بتونس، الذين سهروا على تكوين دفعة جديدة من حفاظ الأمن. واعتبارا لمكانة قطاع التكوين في المسار الإصلاحي للمنظومة الأمنية، فقد قطعت وزارة الداخلية أشواطا هامة على درب تطوير هذا القطاع وفق أسس منسجمة مع مبادئ الثورة وأبعادها الأخلاقية والإنسانية المرتبطة بمجال حقوق الإنسان والحريات العامة، ومتوافقة مع معاني التسامح والاعتدال واحترام الذات البشرية وخدمة المجتمع وحماية المؤسسات وطبحها في سبيل الدفاع عن حرمة الوطن وسيادة الدولة وقيم ومبادئ النظام الجمهوري. أيها التلاميذ، وأنتم على أبواب الانطلاق في مساركم المهني، فإني أدعوكم إلى التقيد بضوابط القانون وتكريس علويته في كنف احترام حقوق المواطن والتفاني في خدمة الوطن بكل صدق وأمانة، وأن ذلك لكفيل ببناء أمن جمهوري يبعث على الطمأنينة في النفوس، متصالح ومتواصل مع محيطه، حامل لمكتسبات البلاد، مدافع على حدودها وسيادتها ونظامها الجمهوري، مساهم في دفع عجلة البناء والتنمية وفي تكريس مسار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وفي الختام أهنئكم بالشرف الذي نالكم بانتمائكم إلى المؤسسة الأمنية، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق في حياتكم المهنية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد حرصت المدرسة بتوجيه من الإدارة العامة للتكوين على إكساب التلاميذ حفاظ الأمن مبادئ وأسس العمل الأمني وتطوير مناهج التدريس والتدريب ومزيد تدعيم الجوانب العلائقية والسلوكية ببرامج التكوين الأساسي، قصد ترسيخ روح المواطنة لدى رجل الأمن وتوطيد علاقته بالمواطن بما يتماشى مقتضيات مسار الانتقال الديمقراطي للبلاد، وبما يضمن مصالحة حقيقية بين جهاز الأمن والمواطنين.